لك اخي اطلع فيني شلون ما مشي الحال؟ مو اخذ المبلغ اللي طلبه؟ بلا اخذه. طيب المدير مو رجع ابار؟ هلا انا بظن انه المشكله عند المدير. شو مشكلته بالله المدير؟ لا هو يمكن دري انه الموظف قابض اكثر منه عم حرده مع بعض الشيء. طيب وين المشكله؟ بنجي بنعطي المدير نفس المبلغ اللي اخذه الموظف يمشي الحال لما لا بظن. لك اخي ما بدي تظن اللي بيمشي الحال لما ما بيمشي الحال. ولي عم تعلي صوتك علي؟ لا تكون مفكر بهالقرشين اللي دفعتهم بدك تزلني انت. لك مو القصد يا اخي، والله مو القصد، بس حط حالك مطرحي. اخي انا ما بدي احط حالي مطرح حدا. سيك هذا رقم الشاب بتحكي معه بتتفق من راسك لراسه، لسه بيطلع فيني ومو عاجبه. لا تكون مفكر اخذ المصاري الي انا. لك انا لو كان معي مصاري ما بخليك تدفع ولا قرش، بس شو ساوي؟ هدي هدي لا يطلع لك عرق بلا التعصيب. سيك اخذ هالشيء بكره بتصرفه على بكي. سيك مشان شو كلها؟ مشان تاخذ تاكسي سكارسا وتراقب الناس اللي بدي لك عليهم من بكره الصبح. ماشي. بمين نبلش؟ والله ما بعرف شو بدي لك. يا معاذ الكلب يا معتز الحقيقة، وعلى الاغلب معاذ الكلب. حضرتك انت والمدام وثلاث اولاد عايشين بهذا البيت وبهيك مبلغ، العمه كيف ظابطه معك؟ هي مستوره والحمد لله، اللي برضى بيعيش. هي دخيلك على هيك عيشه؟ شو طالع بدنا نساوي؟ سيدي اللي بده بيطلع بايده، بس اللي مطاطي راسه مثل حكايتك وقبلان الحظ بيهرب منه. وبدك الصراحه بهذا الزمان ما في اكثر من فرص، على قفا مين يشيل؟ الله وايدك. والله اذا بتلاقي لنا شي وظيفه بعد الظهر ليظلوا المره والاولاد يدعوا لك لنموت. وظيفه بعد الظهر؟ هاي فرصة يا ابن الحلال. شو اقول لك لكان؟ ربح لي ورقة يا نصيب؟ ولا هاي. حيرتنا، كيف الفرصة لكان بتكون؟ رح اعطيك مثال، عندي واحد رفيقي من كم يوم عرف انه مرته عم تخونه. ها؟ مركبت له قرون يعني. شو فيها شي بضحك؟ مقورن يعني مقورن، قرون ما قرون. لك حاجة تقول هالكلمة عيب عليك. شو بك معصب استاذ؟ طول بالك. ماني معصب بس ما بيجوز، عم اقول لك الرجال رفيقي. خلص اخي بنعتذر منك ومنه. الحاصله وقت عرفت مرته انه كشفها هربت صار يدور عليها، من يومين عرف وينها، رايح شاري قطعه سلاح ومفكر يقتلها. بتستاهل بس ما قدر. خروب. ايه علينا، بدك تضل تسب علينا الرجال؟ لك مو لحتى يكون رجال بالاول. رجال وستين رجال. لو رجال انتقم من شرفه. عنده ظروف، قصدي مشان اولاده. اذا انحبس لمين بده يتركهم؟ والله ما بعرف لمين. لك طمنه لصاحبك، طمنه وقل له بما انه الشغله شغله خيانه بكره بيحسبوا له اياها شرفيه، ثلاث اربع شهور وبيطلع. لا هو سال محامي، قال له اذا ما مسكتها بالجرم المشهود وكان في ادله ما بيطلع لك اي جريمه شرف. الله عليك. هلا ليش عم تضحك؟ لا ولا شيء، بس لحتى الواحد يدافع عن شرفه، لازم يترك مشوار على القضاء ويسال محامي بهالزمان. لكان ينحبس. ويتشرد كل عمره مشان وحده خاينه ما بتستاهل. حط حالك مطرحه. ما فشر احط حالي مطرحه. هات من الاخر، هات من الاخر. قبل ما اطلع معك بالتاكسي كنت قاعد معه بالقهوه ومفكر انه اللي بيعمل هاي الشغله بيدفع له مليون ليره. هلو شغله انه يقتلها مثلا او يدعسها بالسياره. انزل من السياره. شوفي طول بالك. قوم انزل من السياره. طول بالك. لا تقوم انزل من السياره واجرى ما بدي منك. قوم لا تقوم انزل من السياره. قوم لا تروح انزل. ما شاء الله بتموت من الجوع انت ومرتك ولادها. طلع على العالم. اسمع استاذ اسمع، قص ايدي من هون من شرشها اذا ما كنت انت يا مقورن. طبي عليك يا ابن الكلب. تاكس تاكس